هيدوس هيدوس يعطي باس كي بارسا وكرة خطيرة مسات الشانس وكرة والهدف الأول الهدف الأول العنابي الهدف الأول يا العنابي الهدف الأول عن طريق خلفان ظهر العفريت ظهر العفريت ظهر الجني ظهر 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 اللاعب خلفان إبراهيم والهدف الأول 1-0 للفريق القطري 1-0 للأدعم الكرة الجميلة جدا الأولى خرجت سليمة والثانية في الجول هنا الكرة هنا صورة الهدف هنا شوف طلب الكرة ممتاز من لباس يمشي بالكرة مونتاري أنقذهم ماجد في الأولى خلفان يستعيد الثانية يلعب عالية فوق الرؤوس تلعب عالية فوق الجدار يكسر جدار الصمت جدار الصمت في مباراة القمة في لقاء الأجوار في لقاء الأشقاء خلفان الفنان يرفع كرة لوب ما يجيبهاش للحارس ولا آخر الدفاع بالماضي يكبر والسنجور يتسنفر في منطقة الجزاء عموري مش ممكن خطيرة والدفاع مرتبك يخرج قاسم قاسم أقرب قاسم أقرب لك الخطورة والسنجور مرة أخرى والرأسية وهدف التعادل الأبيض الإماراتي هدف التعادل الأبيض الإماراتي هدف بلاي ستيشن هدف بلياردو هدف بلياردو حبت الكرة الإمارات في الكرة الأصعب وفي الكرة الأقل فرصة أخطاء بالجملة من الدفاع القطري وكأن الفريق القطري أراد تعادل الإمارات هنا هدية السنجور يعمل فيها كل شيء هو اللي بداها هو ينهيها عموري شوف الخطأ الأول الخطأ الأولى بتاع عبد الكريم حسن الخطأ الثاني بتاع تريزور الخطأ الثالث بتاع برهان ياسر عاد برشا عاد برشا أخطاء برشا فوات ماجد يخرجها من كرش الحوت ولكن خليل بالقوة يدخلها في قلب المرمى وقلب الشباك ليضرب قلب الحوت هدف لهدف عن طريق الفهد خليل ضيع السهلة وسجل الصعبة في الوقت السمراني أحمد خليل أحمد خليل خليل وقاسم خليل خليل يتحول خليل إلى الأسطورة الهدف الثاني يسر علي قاسم من جديد يسر علي قاسم من جديد برهان يفتقد للبراهين قلنا مازالت أهداف قلنا مازال الشو مازال العرض مازالت الفرجة قلنا مازالت العرضة دخلة إماراتية قوية وضربة قوية يغلق فيها برهان كورة بين خوخي بعلام والثاني في الشباك الهدف الثاني يغازل به الفريق الإماراتي حلم آسيا بعد انتكاسات 3 دورات أخيرة طلعوا فيها من الدور الأول خرجوا فيها من دوري المجموعات 2 الإمارات لم يجدها قاسم برهان الكرة ستكون هذه المرة من إسماعيل خميس يختار شعار القوة ويضرب بقوة يسدد الحارس والهدف الثالث مش ممكن يوم قاسم ضيع قطر قاسم برهان ضيع قطر والمبخوت يخترس الكرة ويسجل الهدف الثالث الهدف الثالث للفريق الإماراتي 10 دقائق لعب في الشوط الثاني الإماراتي 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 يرجع يسجل الثاني والثالث عودة قوية وانهيار غريب المنتخب القطري لم يعودنا بهذا انهيار تام منذ هدف التعادل مش ممكن يا قاسم مش ممكن مش ممكن حارس في منتخب قطر في كأس آسيا يهدي هذه الكرة تقول لي يعني كان أحسن حارس في كأس الخليج الماضي لا يهم من كتب في الماضي دخل طي الماضي أنت ابن اللحظة وابن التاريخ نعم كسبك مبارياتك اليوم ضرك في مباراة ضرك في 3 نقاط صعبة جدا للعودة الجديدة التي لم تأتي والمرتدة التي تأتي الآن راس 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 عموري 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 يمشي مبخوت مبخوت عموري عموري فرصة وعموري ضيق عليه الخناق باصية من مبخوت رجع له الكرة والرابع الهدف الرابع مش ممكن هنا اللاعب اللي يعمل الديفيرانس هنا اللاعب اللي يعمل الفارق ويحدث الفوارق لمنتخب الخوارق منتخب الخوارق كورة بالرابع عموري هو اللي جاب الجول عموري جاب الجول راهو مبخوت عطاه كورة ميتة هو عاود أحياها هو حياها هو عطاها وجلاها في أقصى مداها كورة الرابع يا ربي الإماراتي البلانكو يتقدم بالرابع هنا الهدف الرابع أعرض نتيجة والدين يعيد الإمارات بعد 40 سنة بالرابع 4-1 نتيجة كبيرة جدا نتيجة ثقيلة جدا نتيجة مستحقة كي عندك عموري ما تخاف كي عندك عموري ما تخاف